باشر المكتب الجماعي لحفظ الصحة التابع لجماعة مراكش اليوم السبت 21 مارس الجاري عمليات تعقيم وتطهير لمختلف شوارع وأزقة المدينة تنفيذا لتعليمات ولي الجهة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بتنسيق مع شركات النظافة المتعاقدة مع المجلس الجماعي وأعوان الإنعاش الوطني. وانطلقت عملية التعقيم من شارع الحسن الثاني إلى ساحة 16 نوفمبر قرب مركز بريد المغرب لتتوزع بعدها الفرق لتغطية باقي شوارع المدينة.